اطلبوا الرب ما دام يوجد، ادعوه وهو قريب، ليترك الشرير طريقه ورجل الإثم أفكاره، وليتب إلى الرب فيرحمه، وإلى إلهنا لأنه يكثر الغفران، لأن أفكاري ليست كأفكاركم ولا طرقكم طرقي، يقول الرب. لأنه كما علت السماوات على الأرض هكذا علت طرقي عن طرقكم وأفكاري عن أفكاركم. لأنه كما ينزل المطر والثلج من السماء ولا يرجعان إلى هناك، بل يريان الأرض ويجعلانها تلد وتنبت وتعطي زرعا للزارع وخبزا للآكل، هكذا تكون كلمتي التي تخرج من فمي لا ترجع فارغة، بل تعمل ما سررت به وتنجح فيما أرسلتها. لأنكم بفرح تخرجون وبسلام تحضرون، الجبال والأكام تشيد أمامكم ترنما، كل شجر الحقل تصفق بالأيادي، عوضا عن الشوك ينبت سرور، وعوضا عن القريص يطلع آس، ويكون للرب اسما علامة أبدية لا تنقطع. مجد للثالوث القدوس الآن وكل عند الدرك الأمين. شريف كلمني ان احنا هنتكلم عن ازاي نحط خطة للسنة الجديدة. كل سنة طيبين، احنا داخلين على نهاية السنة، واحيانا كتير بنقعد ونرتب ويبقى عندنا امال كده السنة اللي جاية دي هتبقى مختلفة، وبعدين نقعد نحط كده اهداف او حاجات معينة ونروح نعترف ونبتدي السنة حلو، وبعدين نبدأ نصلي وبعدين ونقرأ الانجيل، وبعدين اسبوع 15 يوم على نهاية الشهر ده لو طولت. ربنا بالنسبة لي ايه؟ هل ربنا بالنسبة لي هو فكرة، ولا ربنا بالنسبة لي هو شخص؟ لو ربنا بالنسبة لي فكرة، الفكرة بتضعف وبتقوى احيانا، لكن لو ربنا بالنسبة لي شخص وانا ببني بينه وبينه علاقة حقيقية، شخص بحبه ومش عايز ازعله وحياتي مرتبطة بيه، ساعتها الدنيا هتبقى مختلفة شوية. مهم جدا ما فكرش بربنا انه شخص، انه هو هتراك كده من ضمن الحاجات اللي موجودة في حياتي. لا، ربنا لازم يكون شخص، والشخص اللي بحبه وما اقدرش اعيش من غيره، مش عشان هو بيديني حاجات معينة انا عايزها، لا، لان هو الحب نفسه. فانا مهما حبيت ربنا انا مش هقدم حاجة، لان ربنا لما بقعد افكر كده بشويش كده واشوف ازاي ربنا خالق الكون ده كله، لما نقعد نبص كده على الكون والكواكب ويقول لك احنا معرفش عندنا كام كوكب، والكوكب ده سولار سيستم ومش عارف، وفي كام سولار سيستم، ما تفكرش ان انت نمبر من ضمن النمبرز، لا، ده انت غالي، ده انت يقولك كده ناقشتكم على ايه؟ على كفية، من يمسكم يمس حدقة عيني، يعني كل واحد باسمه معروف عند ربنا، غالي عليه. فيا ترى انا بقابل الحب ده بتاع ربنا بقابله ازاي؟ بتعامل معاه ازاي؟ هل انا زي ما اقوله كده يقولك اتقي ربنا، كلمة اتقي يعني يقول لي حتى لما يكون في شخص وحش يقولك ايه؟ اتقي شره. هل انا بتعامل مع ربنا ان انا بتقي كده، ويعني اوكي انت عايزني اجي الكنيسة واعترف واتناول وابقى خادم وابقى حاجات زي كده، اوكي I will do it عشان اتقي ربنا؟ لا، احنا عايزين العلاقة تبقى مع ربنا علاقة حب حقيقي، علاقة محبة حقيقية. اقعد كده مع نفسي كده اخر السنة وافكر في حياتي، يا ترى انا علاقتي مع ربنا كانت ازاي؟ السنين اللي فاتت دي كلها انا كنت بتعامل مع ربنا ازاي؟ هل علاقة التقوى زي ما بقوله، ولا علاقة محبة؟ يقولوا كده ربنا هيقيس اي عمل بتعمله بمقدار الحب اللي فيه، اي حاجة هتعملها. عشان كده لو انت بتحب حاجة، لو بتحب شغلك هتتقن شغلك، لو في هواية بتعملها هتلاقيك نفسك بقيت شاطر فيها قوي. فانت مع ربنا علاقتك بيه ازاي؟ بتبني علاقتك بيه ازاي؟ طبعا احنا كلنا عارفين زي ما قولوا كده، يعني احنا في الكنيسة ما بنقولش جديد، احنا كل اللي بنقوله ازاي انا كجسد وروح ونفس ابني العلاقة دي مع ربنا. وبيبقى زي شخص مثلا، كلنا عندنا ضعفات، فينا خطايا. يقولوا كده اي واحد لو راح لدكتور وكتب له روشتة وما خدش الروشتة يبقى ما ايه
او خدها يوم واتنين ما عملش حاجه. لكن لما بنيجي في الكنيسه اكتر حته نركز عليها نقول ايه اهم نقطه، انا بقرا كلمه ربنا ولا لا؟ يقولوا القديسين كده عن كلام ربنا انه ده ايه، انفاس الله، انفاس الله. يقول كده ربنا نفخ في نفس ادم نفسا حي، وهكذا. فانا بتعامل مع كلمه ربنا دي ايه؟ يعني كل اسبوعين ثلاثه اقعد على الانجيل كده مره واقراه. انا بقف اكلم ربنا ازاي؟ مهم جدا ان انا يبقى عندي اهداف في علاقتي مع ربنا. ولما اجي احط اهداف للسنه الجديده لازم الاهداف تبقى ريزنبل شويه، ولازم اهم حاجه في الهدف بتاعي ان الهدف ده ما يكونش كبير. يعني ما اقولش هصلي الثالثه والسادسه والتاسعه والغروب والنوم وخلاص، لا. لا، ابتدي ان شاء الله بحاجه صغيره، بس اهم حاجه ان انت تكون مستمر وتقول انا من السنه دي الوقت ده انا هدي لربنا، هبتدي بابانا الذي وصلاه الشكر. بس يعني لو انت ممكن تقف تصلي الغروب مثلا او النوم وتبقى مش عارف ابتديت امتى ولا انتهيت امتى، وتقول اهو انا وصلت فين، انا داخل على المزمور، وتبقى دماغك في حته تانية. لا، ربنا كلمه صلاه يعني صله، يعني انا بكلم ربنا، بتكلم معاه، هل انا حاسس بيه شخص فعلا ولا بصلي عشان اعمل الهوم ورك الحاجه بتاعتي. عشان كده مهم جدا ابتدي بحاجه صغيره بس تبقى مستمر. يعني انت لما بتيجي تصلي صلاه الشكر نشكر سنة الرحوم الله أب ربنا إلهنا لأنه سترنا، هل فكرت فعلا قد إيه ربنا ستر وأعنا وحفظنا وقبلنا إليه وأشفق علينا وأتى بنا لهذه الساعة؟ هل كل كلمة وإنت بتقولها في الصلاة حاسس بيها ولا بس بتعمل هومورك فرايد؟ لا، إحنا ما عندناش فرايد، إحنا عندنا حب. كل حاجة تعملها ولو إنت بتصلي أبانا الذي وصلاة الشكر مزمور 50 بس صليتهم من قلبك واستمريت عليهم فعلا فترة معينة مع أب اعترافك طبعا، لكن لو استمريت هيجي وقت معين تبقى حاسس ان انت irritating، انت مش قادر، انت ما صليتش، تبقى حاسس كده لا انا ما صليتش النهاردة، انا عايز اصلي. عشان كده مهم جدا ان احنا نبتدي نبني الصلاة تبقى عادة فيا صغيرة بس تبقى مستمرة. أهم حاجة إن هي تكون مستمرة كل. عشان كده دايما أقول لأولادي الأطراف ابتدي بكذا وكذا وكذا وكذا، حط كمان على التليفون ألارم، بس أنت عارف وقتك إمتى ممكن تصلي الساعة كذا. أنا مثلا باجي من الشغل الساعة وقت، فخلاص حط الألارم، والألارم لو ضرب لو في إيدك حاجة مش مهمة سيب اللي في إيدك وقوم صلي. لو اللي في ايدك حاجه مهمه خلصها. الالارم ده هيبقى ايه؟ زي اللي بيضرب على ضميرك كده، خلي بالك الالارم ضرب وانت ما صليتش، فتبقى حاجه مهمه. حاجه تاني كمان دايما اديها النوتة، فاكرين النوتة اللي هي بتاع الاسبوع دي، باكر مثلا او صلاه الصبح وصلاه بالليل وانجيل وحط علامه صليب. احيانا يجي مثلا ابني في الاعتراف يقول لي بصلي، اقول له طيب بص ما تقوليش بصلي، خد النوتة وحط لو صليت حط كراس وتبر الصلاه اللي هديها له صغيره كبيره، بس النوتة اللي هي بتبقى البيضه دي كده بيبقى فيها الاسبوع ومكتوب على الشمال كده ساتردي ساندي ماندي تيوزدي، دي بتبقى مرايه ليك. احيانا الواحد يفكر ان هو صلى كتير طول الاسبوع، لكن لو جه في الحقيقه يلاقي نفسه ما صلاش خالص غير مرتين ثلاثه مثلا، تبقى حاجة غريبة. عشان كده مهم جدا يا ترى انت ماشي فعلا على القانون الروحي بتاعك ولا مش ماشي، دي نقطة مهمة جدا. فعشان كده مهم جدا واحنا بنحط الاهداف الروحية اللي احنا هنحطها ان انا فعلا ما اكونش يعني هات كده ولا احط اهداف ريزنبل، واقعد مع اب اعترافي واكون فعلا محدد انا هقعد وهصلي يا ابونا مش هقدر التزم غير بكذا كذا، خلاص يبقى ده انا اللي هلتزم بيه وده اللي انا هحطه، الانجيل كذا والصلاه بتاعتي كذا، وابدا زي ما قلنا بقليل، بس اهم حاجه ان يكون عندك مثابره واستمراريه. هتيجي على اخر السنه هتلاقي لا حاجه تاني مثلا، يعني دايما
حاول مثلا ان انت تحفظ آية واحدة كل اسبوع، آية واحدة في الاسبوع، معك اسبوع، ولو جيت كده جبت الفلاش كارد وكتبت الآية بقلم في الماستر وحطيتها كتبتها 5 مرات وحطيت ستيك كده فلاش كارد على الكومودينو على المراية في العربية على الفولدر بتاعك، وما حاولتش تقعد تحفظ، مجرد ان عينك جت على الآية طول الاسبوع في الحتة اللي انت بتروحها هتلاقي على نهاية الاسبوع الآية اتحفظت. بس لو حفظت آية واحد آية في الاسبوع، يعني انا بحفظ 52 آية في السنة. فلما تيجي محاربات من الشيطان وكأن كده زي ما قولت كده الكلمة كده تبص تلاقيها فلاشين كده في in your mind، الآية تظهر وتلاقي نفسك عندك قوة ان انت تقاوم ابليس. عشان كده مهم جدا ان انا ابتدي صغير بس ابتدي مستمر. لو ابتديت صلاة صغيرة بس استمريت عليها، انجيل حتة صغيرة مثلا من whatever نص اصحاح ربع اصحاح، حاجة صغيرة كمان ممكن تعملها عشان ما تبقاش القراية مجرد قراية، اديني بقرأ الانجيل واديني بصلي، لا خد جزء صغير مثلا. وفي اب جميل جدا معمول لابونا داود لمعي، الاب ده في كل شرح الانجيل كامل، عهد مش عهد قديم يعني، هو جزء من العهد اجزاء من العهد القديم بس العهد الجديد كله مشروح فيه. قول مثلا هبتدي مثلا بانجيل مرقس، وهو تلاقي مثلا ابونا شارح الانجيل الاصحاح الاولاني مثلا في 4 محاضرات او في 3 محاضرات، خلاص خد الاصحاح نفسه ده على 3 ايام. بس مهم جدا ان انت الجزء الصغير اللي انت قريته في الاصحاح ده اسمع التفسير بتاعه. حين كتير يبقى ورا التفسير ده او ورا القرايه الحته القصه دي تفسير معين بعيد جدا عن ذهني، واقعد كده ايه وانا بقرا اخد بقى اشوف قرايتي دي هتلاقي في ايه لمستك، خد الايه دي وقول الايه دي بتاع الاسبوع ده وابتدي اكتبها وابتدي حطها في الحتت دي. هتلاقي نفسك فعلا على اخر السنه، على اخر السنه واتبر مش لازم يكون جزء كبير اللي خلص، بس هتلاقي اخر السنه لا ان في ثمر موجود في، لا العمليه مختلفه، ان انا فعلا انا عشت زي ما نكون 20 30 40 سنه، لا العمليه مختلفه، السنه دي مختلفه، انا النهارده بدات اقرا حتت صغيره بس عشان مستمره الحتت دي فرقت معايا. ابص الاقي على نهايه السنه العمليه بقت مختلفه. لكن لو قعدت بصيت بدون نظام وبدون ما احط هدف محدد وامشي على خطه صغيره، نظام وخطة صغيرة، ان انا يبقى انا عندي وقت معين هديه لربنا وانا عارف احسن وقت كذا، اذا كان الصبح ما نفعش الصبح الظهر فعش الصبح الليل، بس يبقى عندي وقت معين لازم هديه لربنا لازم وطبر مش مهم قد ايه، بس يبقى انا ملتزم ان انا هقرأ الحتة دي وهسمع الجزء ده وهحفظ الاية دي في الاسبوع. هبص الاقي نفسي على نهاية الشهر لعملية مقدرة. حاجة تاني بقى من ضمن الأساليب البسيطة اللي بتخلي الواحد متابع نفسه، إن أنت لو جبت كراسة، كراسة كبيرة، وخدت الكراسة دي صفحتين قدام بعض كده ورحت مقاسم الصفحة الأولانية 4/4 كده والصفحة التانية 4/4، فكل ربع بيبقى كل صفحة بتبقى فيها 4 أيام. نفترض إن اليوم هيبتدي مثلا من يوم الاثنين، خلاص أنا هبتدي يوم الاثنين من 2 لحد يوم الحد، فبتحط دايما حاول تيجي بالليل بالليل وتقول انا بكره عندي ايه، انا بكره عندي ايه، واكتب انا عندي مثلا الانجيل والصلاه وعندي هعمل كذا والشوبينج ومش عارف كذا كذا. الحتت دي الليسته اللي انت بتعملها دي اولا بتريح البريشر اللي عليك في دماغك، بتدي لك ريليس ان انت حسيت ان الحاجات اللي ورا دماغك وانت مدوش وستريس ومش عارف ايه حطيتها على ورقه، ده بيريليس البريشر من عليك. تاني نقطه بتيجي بعد كده كل يوم تشوف انا كنت حاطط كذا كذا كذا، لما بتبتدي تفكر بالليل انا هعمل ايه بكره بتلاقي نفسك انتكت، تلاقي نفسك طلعت الى اليوم الاسبوع مختلف، وتيجي في اخر المربع الثامن ده كده من تحت خالص وتشوف اقيم بقى الاسبوع كان شكله ازاي، انا فعلا حفظت الاية ما حفظتش الاية، انا قريت كذا، انا سمعت تفسير كذا، انا عملت كذا، تبقى بتراجع
تقييمك للأسبوع كله كان شكله إزاي. عشان كده مهم جدا إن أنا يبقى عندي خطة بسيطة ويبقى عندي بلان ويبقى عندي نظام. إلهنا إله إيه؟ إلهنا نظام، إله نظام وليس إله تشويش. دي حاجة. أنا كشخص في ثلاث نقط، أنا كشخص أنا عامل إيه؟ أنا حياتي إزاي مع نفسي مع ربنا، حياتي إزاي مع زوجتي أو زوجي، وحياتي إزاي في شغلي. وابتدي أحط لكل حاجة نقط كده. مع ربنا أنا لازم يبقى عندي، يقولوا كده حاجة بسيطة، يقول له مثلا إيه، حط مثلا حاجتين كل يوم، حاجتين كل أسبوع، حاجتين كل شهر. حاجتين كل يوم إن أنا لازم هقرأ الإنجيل وهصلي، حاجتين كل أسبوع إن أنا لازم مثلا هحضر قداس وهخدم مثلا وهعمل كذا، حاجتين كل شهر إن أنا لازم مثلا هعترف ومش عارف هعمل كذا تاني، أو هقعد أدي حساب قدام ربنا عن الشهر بتاعي ده كان عامل إزاي. فلما بحط حاجتين 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 بتبقى بسيطة كده في دماغي إن أنا كل أسبوع أنا كل يوم لازم هصلي، لازم هقرأ الإنجيل، كل أسبوع لازم هتناول أو أحضر القداس أو هخدم، كل شهر يبقى لي قاعدة مع الضغط. يعني في تو 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 لما بتحطهم كده في دماغك بتدي لك برضو تقييم أنت الشهر بتاعك عامل إزاي، وإلا تبقى الدنيا ماشية كده وخلاص. وإحنا في زمن بأمانة، إحنا في زمن التشويش فيه بقى يعني unlimited، وأكتر حاجة تتعبنا هو التليفون. أنا نفسي بتحارب بالتليفون، يعني مثلا أحيانا بقى مثلا عايز أحضر عزة ومثلا عايز أقعد مثلا أسمع كذا كذا كذا، وبعدين يجي مش عارف حتة تاني تحت وأنا بسلايد كده، طب أشوف دي مش عارف أعمل إيه كذا، بص لقي أنا حاطط وقت معين إن أنا هقعد هسمع مثلا لمدة كذا، أبص لقي عاد نفسي سمعت حاجات تانية ملهاش دعوة بالموضوع اللي أنا قاعد فيه. فعشان كده خلي بالك من التليفون والسوشيال ميديا بقى بأنواعها، الفيسبوك والإنستجرام والمش عارف والإيه، 50,000 حاجة، ولسه حاجات هتطلع يعني. ده دلوقتي، لأن في ناس الحاجات دي وراها شركات عايزة تعمل فلوس، وبتعمل فلوس من قعدتك، سواء إن أنت يجيب لك مثلا إعلان عشان يفضل بس إعلان واحد راح قاضي إن أشتري دي مثلا أعمل كذا. فخلي بالك، خلي بالك من وقتك، وقتك هو حياتك. أحيانا كثيرة، أحيانا كثيرة ما بنقدرش قيمة الوقت ده، ما بنقدر. تخيلوا كده لو قلنا مثلا إحنا الشهر ده هو آخر شهر في عمرنا، يا ترى هبتدي أفكر إزاي؟ يبتدي أقيم الحاجات اللي أنا بديها أهمية إزاي؟ متهيألي نظرتي لكل حاجة هتتغير. عشان كده مهم جدا إن أنا أبقى عامل حساب. طبعا كلنا عارف ربنا يديك طول العمر والصحة، nobody knows what happened tomorrow، لكن مهم جدا أنا أبقى عامل حسابي. ربما السنة دي، بلاش نقول الشهر، أول ربما السنة دي تكون آخر سنة في عمري، نفترض إن هي آخر سنة في عمري، يا ترى أنا هتعامل معها إزاي؟ وأهم حاجة أنا بقيم حياتي إزاي؟ تقييمك لحياتك بيزد على إيه؟ عشان كده مهم جدا لو الواحد حط في دماغه إن أنا هقف أدي حساب قدام ربنا عن حياتي. طب لو وقفنا النهاردة ندي حسابنا عن السنين اللي فاتت كده، وربنا بيقول لك تعالى كده إيه، إدي إيه حساب وكالتك. ما خلي بالك وقتك ده وزنة، أنا بتعامل مع الوزنة بتاعتي دي إزاي؟ هل أنا سايبها كده اليوم الصبح بقوم هعمل ايه النهاردة عندي ايه، ولا انا لا انا قايم عارف ايه؟ عشان كده لما يكون الهدف بتاعي واضح، واحنا هدفنا كلنا كمسيحيين اهم حاجة ان انا ابقى في السماء، حياتنا على الارض طالت او قصرت ايه هتنتهي. انا 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 زي ما اقول الكتاب كده، انا اي حاجة بعملها بعملها ايه لمجد ربنا، ان عشنا فللرب نعيش، ان متنا فللرب، إن عشنا وإن متنا فللرب إيه؟ فهل أنا دي في دماغي؟ هل أنا بربي ولادي عشان يبقوا في السماء؟ هل أنا بتجوز عشان أنا ومراتي نروح السماء؟ ولا أنا بفكر متقوقع على ذاتي؟ كل الواحد على على فكرة، لما الواحد كل ما أنا فكرت في نفسي كتير كل ما حزنت أكتر، كل ما خرجت بره ذاتي وفكرت
يعني يقولوا كده أكتر اتنين متجوزين سعدة هو اللي كل واحد بيفكر في الطرف التاني أعمل له إيه عشان يكون مبسوط، أفرحه إزاي، أبسطه إزاي. كل ما فكرت في نفسك أنت كل ما اكتئبت، وإما هتقارن بحد أحسن أو حد أوحش فهيبقى عندك كبرياء أنا أحسن أو حد أو أحسن منك، تتحس طب ما كذا كذا كذا، أو تقارن زوجك بحد تاني أو تقارن مراتك بحد تاني. عشان كده مهم جدا ما فكرش في نفسي، أفكر أكتر زوجين سعيدين هو كل واحد بيفكر أسعد مراتي إزاي، أريحها إزاي. حاجة تاني مهمة جدا بالنسبة لأولادنا، هل أنا حاطط وقت معين بقضيه مع الولاد؟ بروح معهم أخد مراتي ونروح ناكل في ماكدونالدز، ناكل مش عارف إيه، نمشي على البيتش شوية، نعمل أي حاجة. نقطة مهمة جدا، وانت بتحط البلان بتاعك لازم يبقى في وقت معين انت بتاخد فيه مراتك، وبتاخد يومين ثلاثة في أي حد whatever سان دييجو، هنا هنا. دي حاجة مهمة جدا. الحياة الزوجية والمحبة لما بين الزوج والزوجة زي الشجرة، لو أنا مش من وقت للتاني ابتديت أهتم بيها وحط سماد وحاجات زي كده، هبص لقي مع السنين ومع الريتم الحياة والبريشر الدنيا بتبرد والهموم بتزيد والواحد بيبقى متضايق أكتر. عشان كده مهم جدا من وقت للتاني لا هنتعالي نحط إن إحنا كل ست شهور أو كل سنة هنروح يومين مع بعض. لو الولاد ما مثلا father law أو your father يعني grandfather or grandmother cannot take the kids خلاص take it to the based on their age. بس لو ولادك كبر شوية لا لازم يبقى في وقت أنا باخد مراتي وبناخد يومين ثلاثة مع بعض لوحدينا، نقعد كده ونبتدي نفتكر الأيام الجميلة وإحنا كنا مخطوبين. والحاجات دي مهمة جدا. في حاجة بيعملوها هنا في معرفش في يعني إن هما يقولك بيعيدوا العهد أو الحاجة زي كده مش عارف يسموها إيه، أبونا إن هما بيروحوا في الكنيسة وكل واحد يقول أنا تعهدت بكذا. نعم يا حاجة زي كده مش عارفها بالظبط يعني، صنع جوز بيعدوا سبع سنين طبعا نعم حبيبي at least once a year يعني at least if you can do it more it will be great. ما المشكلة أحيانا إيه هي إما تبقى المنتاليتي بتاعتها هي it's wasting time أو المنتاليتي بتاعت الزوج هو بيعتبرها wasting of time. No it's not wasting of time, this is very important point. لازم دي حاجة ضرورية لازم فعلا كل زوج وزوج لازم يعملها. يعني انت لازم تاخد مراتك وتقول لا وتعالى نطلع كروز يومين ثلاثه مش عارف ايه زي ما يكون. دي بترجع تاني الريفرشمنت كده للحياه الزوجيه وتلاقي نفسك راجع مبسوط. فلكن لو هننسيب نفسنا في وسط بقى الشغل وعايزين نعمل كذا، واللي جاي عنده شقه عايز يجيب بيت، واللي عنده بيت عايز يجيب بيت اكبر، واللي عنده عربيه مش عارف عايز يغيرها بتيست ولا وهكذا، ما فيش حاجة هتخلص. هنا اللي ما فيش ليميت للسيلينج في أمريكا get more يعني يعني كل على قد ما تقدر هات. فلازم يبقى في سيلينج معين، لازم يبقى في وقت معين أنا سيلينج أنا بحطه، ولازم أسرتي دي أهم حاجة. هكلمكم بصدق، أنا كنت قبل كنت مهندس معماري وكنت في شركة كبيرة، وكان يجي يقول لك إيه family number one والشغل number two. طيب وبعدين يروح مدي لك شغل ولا فاميلي ولا حاجه خالص. هو كلام يعني قلت قلتها مره قلت هو فاميلي فين؟ فين الفاميلي ده؟ كم الشغل اللي بده لنا؟ مش unreasonable يعني. يعني في امريكا تلاقي هنا كده اصطلاحات كده كبيره قوي، فاميلي نمبر 1 وبعدين الشغل بعد كده وبعدين يدي لك كم شغل الشهر ما يكفيهوش. ولو عندك بزنس خاص كمان تبقى دايما بتفكر طب وانا ضيع الفرصه دي ازاي وانا مش عارف اعمل ايه وهكذا. يعني فمهم جدا ان في وقت معين لا لازم اخد مراتي واخد، ولازم يبقى في وقت معين كمان يبقى في فان مع الولاد. لازم الولاد يحسوا ان يبقوا مستنيين كل الاسبوع مثلا هنطلع البارك، مجرد بارك ونقعد نلعب مع الولاد او حاجه. انا فاكر وادي وهم صغيرين كنت بلعب معهم استغمايه في البيت. فاكر مره خدت ابني كان صغنطوط كده حطيته جوه الكلوزت
ففي الحاجات دي صدقوني بعد كده it's going to stick in the kids memory ومش it will never leave them anymore. وهتفضل كده ميموري حلوه موجوده في دماغهم ان بابا كان بيلعب معايا واحنا صغيرين، ماما كانت بتعمل كذا. لكن لو فضلت سايب نفسي لدوامه الشغل ودوامه كذا ودوامه كذا مفيش حاجه في البلد دي بتخلص. فمهم جدا ان انا يكون عندي اهداف ريزنبل والهدف بتاعي الكبير ما انساهوش، وانا بحط اهدافي الصغيره بعد كده ان انا وانا ببني علاقتي بربنا تبقى في انجيل في قداس في صلاه اسرتي، وبعد كده علاقتي بقى في شغلي. يا ترى انا يعني انا بحس كلنا طبعا كلنا نقدر نمبروف اور سيلف ان ورك، يعني مثلا whatever. خلي بالك برضو برجع تاني لحته التليفون، ان انت ممكن تتعلم اي حاجه على اليوتيوب ده بالرغم من التليفون، بالرغم ان فيه مساوئ كتيره الا انه فيه مزايا كتيره جدا. يعني انا مثلا من ضمن الحاجات اللي انا بشوفها النيو كومرز خاصه في كنيسه الملاك والبابا كرولوس، النيو كومرز كلهم جايين عندنا تقريبا. فالناس كتير تيجي تقول لي يا ابونا عايز اتعلم اروح كوميونيتي كوليدج. انا بديهم تشانل، مش بعمل اعلان للتشانل، بس هو ولد مسلم اسمه ابراهيم عادل او حاجه زي كده عامل تشانل لتعليم الانجليش بيرفكت لكل الليفلز ومستويات، وازاي تشيل الاكسنت ومش عارف ايه بس قناه حلوه جدا لدرجه ان المشتركين فيها وصلوا تقريبا 10 مليون. بس طريقته في التعليم طريقه حلوه جدا. ففي حاجات كتيره جدا انا ممكن I can improve my work through whatever program. سواء بقى اسمه تاني. نعم اسمه مره ثانيه، اسمه ابراهيم عادل. القناه اسمها The American English بالزي، مش تي اتش اي، The American English. فهتلاقي القناه دي حلوه جدا، والولد مقسمها بطريقه جميله، وفعلا هي از فيري سكسسفول ان هيز كارير. ففي حاجات كتيره جدا انا ممكن لازم اشوف انا في شغلي، انا في شغلي انا واتفر مثلا انا سكرتيره مثلا انا عامله ايه مثلا في الاكسل وفي الوورد وفي والباوربوينت. هل الحاجات دي ممكن تساعدكم في الخدمه كمان، يعني حاجه زي الباوربوينت. انا مثلا بحضر مثلا محاضره او هدي درس للولاد، ممكن احط لما اتعلم المايكروسوفت اوفيس جامد، بص الاقي نفسي بقيت شاطر في ان انا بعمل باوربوينت كويسه. الاكسل مثلا احط عليه الداتا بتاعه الولاد في الفصل واقدر اسورت بطريقه معينه. ففي حاجات كتيره لازم انا في شغلي اشوف نفسي انا فين وبعد 5-6 سنين هكون فين. فمهم جدا زي ما اقول كده ان انا يكون عندي اهداف، والاهداف دي اكون حاطط لها يعني زي خطه بسيطه، ما تبقاش زي ما اقول كده حطت الكراسه دي، وان انا في اهدافي وانا بحطها اكتبها، وما تبقاش اهداف unlimited حاجات غير مش ريزنبل مثلا. وان انا فعلا اكون سيريس وانا ببتدي، انا هبتدي السنه دي، لا انا فعلا هبتدي و I'm not going to let it go. هصلي يعني هصلي ان شاء الله كذا كذا، هقرا الانجيل يبقى هقرا الانجيل كذا كذا. المشغوليه مش مهما كان عندي مشغولياتي، لا انا منظم يومي بطريقه معينه والتشتيت مش هياخدني من الهدف بتاعي، وهخلص كل حاجه انا عايز اعملها واخد قرارات. لازم يكون عندي قرار، انا قررت خلاص هقعد مع نفسي، انا هعترف كل شهر ونص شهرين شهر زي ما يكون، اكون صادق فعلا. واهم حاجه البوتوم لاين ان انا في كل حاجه وانا بعملها ابقى حاطط السماء قدامي. عشان كده مهم جدا في حياتي اليوميه كل يوم ان انا يكون في توبه، يقولوا كده في توبه لما الناس تيجي الجمعه العظيمه تقدم توبه، ولما الناس تيجي مثلا كل سنه وتيجي مثلا كل شهر عشان تعترف تقدم توبه، ولما تيجي مثلا كل اسبوع في قداس تقدم توبه. لا، احلى توبه ان انا يكون عندي في حاجه اسمها توبه لحظيه، ان انا كل يوم انا بقدم توبه لربنا كل يوم كل لحظه. انا ممكن خلي بالك احيانا كتير بننخدع بحته ان انا مثلا انا عشان اروح السماء لازم ابقى زي القديس فلان. احنا لما نيجي نمشي من الدنيا هيبقى في عندنا ضعفات. احد الاباء الرهبان
مش فاكر اسمه، يمكن ابونا مين يساعدني، الذاكره ضعيفه، كان وهو خلاص بيموت يعني كان بيبكي ويقول يا رب اديني فرصه ان انا اقدم توبه. عاش في البريه تقريبا 50 سنة، 50 سنة في البريه ولسه عايز اقدم توبه. لان احيانا كتير ابليس يحبطني بحته ايه، انا خلاص يعني ما لا، اهم حاجه انا عايز اوصل السماء، بس انا I'm going to enjoy my life with God. المسيرة نفسها ان انا بستمتع، انا عارف ان فيها ضعف بس ربنا قابلني بضعفي، انا بقدم توبة كل لحظة على اي حاجة بتقع مني وبقول له يا رب ارحمني. وإلا ربنا لما جه يعلمنا الصلاة قال لنا وهو بيقول واغفر لنا كما ايه نغفر، لو انا مش ربنا مش هيغفر لي بس الا ساعة ما اروح اقعد مع ابونا. ما بقولش ان احنا ما نعترفش، لا، الاعتراف ده طبعا مش ده فوائده مش بعددها، لكن احيانا كتير ننخدع بنقطه ايه لما اروح اعترف بقى وخلاص. لا، ربنا بيقبلك في اي لحظه، مجرد ترفع عينك للسماء وتقول يا رب يسوع المسيح ارحمني انا عبدك الخاطي، مجرد انت تقول ابانا الذي، ادام انت من قلبك قدمت توبه ربنا هيقبلك. ربنا احنا مش هنروح السماء واحنا ايدينا بتنور شمع، لا، احنا هنروح واحنا فينا ضعفات، بس اهم حاجه ابقى بستمتع بعشرتي وانا مع المسيح وهو قابلني بضعفي وخطاياي، بس يبقى ايه، يبقى عندي نظام ويبقى عندي ترتيب ويبقى عندي خطه للسنه الجديده، وفي خطتي دي ابقى فرحان ان انا ماشي مع ربنا، ان ربنا اداني فرصه تاني يقول ايه اتركها هذه ايه السنه ايضا، ما تبقاش بقى السنه دي زي السنين اللي فاتت، لا خلاص يا رب انا احط زبل كده وهوطب تحتيها، ولو في حجر هشيله عشان الشجره تكبر وتدي ثمر. لربنا المجد دائماً.